الأساسي من تنظيم هذا اليوم الدراسي المغاربي الذي يشارك فيه مختلف الدول المغاربية، تونس، الجزائر، ليبيا وموريتانيا وبطبيعة الحال الدولة المضيفة لدول المغرب. قلت أن الهدف الأساسي أولا أن نجتمع، لأن منذ سنوات طويلة لم يجتمع المغاربيون في عاصمة مغاربية. اليوم لا أقول نحتفل، بل نحن سعداء بأن نستقبل زملائنا جامعيين وإعلاميين ومجتمع مدني في العاصمة الرباط. نتمنى أن تنتقل هذه اللقاءات إلى عواصم مغاربية أخرى. قلت أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء المغاربي حول دور الإعلام الرقمي وأيضا منصات التواصل الاجتماعي في أولا تشكيل الرأي العام المغاربي، وثانيا في تقوية الهوية المغاربية التي نتمنى أن تتجاوز الخلافات السياسية وأن تتجاوز أيضا خلافات الحدود بين هذه الدولة وتلك، لنبني وطنا مغاربيا قويا يصلح لنا اليوم. نحن اليوم في الوطن في هذا الوطن المغاربي، كما يصلح أيضا لأبنائنا في المستقبل، حتى لا نترك لهم للأسف الشديد هذه الصراعات، سواء كانت سياسية إغلاق الحدود بين الدولة وتلك أو صراعات أخرى هامشية ساهمت للأسف الشديد في توقيف عجلة هذا الاتحاد المغرب العربي. نتمنى أن يكون هذا اللقاء الدراسي المغاربي خطوة أولى ولبنة أساسية في الانتقال إلى مغرب أو مغرب كبير يصلح لليوم وللغد ولكل الأزمنة. إلى مدى يمكن أن يساهم هذا الورش الإعلامي في تأثير أصحاب القرار المغاربي نحو المضي قدما للسير بقطاع المغاربي إلى الأمام؟ صحيح، هذا الورش المغاربي الذي ينظم اليوم حول الإعلام الرقمي، صحيح اليوم يمكن أن نقول بالأمس كانت الصحافة المكتوبة وكانت الإذاعات وكانت الصحافة الكلاسيكية التقليدية لم تكن تساهم البتة في هذا التقارب. اليوم الإعلام الرقمي وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منافسة بشكل قوي للإعلام الكلاسيكي ستساهم، بل ساهمت أولا في حركات اجتماعية مغاربية، ساهمت أيضا في التضامن الإنساني بين مختلف الدول المغاربية عندما تحدث هنا كارثة في هذا البلد أو ذاك. نتمنى أن يستمر هذا الإعلام الرقمي وأيضا منصات التواصل الاجتماعي في تقوية هذه اللبنات بين مختلف الشعوب الذين يطمحون إلى مستقبل أفضل، لأنهم أنهكتهم الصراعات وأنهكتهم السياسة. ونتمنى أن يكون الإعلام قاطرة وخاصة الإعلام الرقمي قاطرة من القاطرة الأساسية في الانتقال إلى مغرب يجمعنا جميعا ومغرب يصلح لنا ولأبنائنا في المستقبل. اليوم دراسي البحث سبل يعني خلق وحده مغاربيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم اصبحت اداه التواصل اداه الاعلام. فاحنا ربما من منطلق ديالنا الشبابي احنا كنتعايشوا في واحد العصر يتغير ويتجدد بواحد الشكل كبير، اللي اليوم اصبحت كتلعب فيه وسائل التواصل الاجتماعي واحد الدور اساسي كوسيله اعلام بالمقارنه مع الوسائل التقليديه اللي هي الراديو والتلفازه والصحف. اليوم كنشاهدوا بانه كاين واحد التراجع كبير، فممكن نراهنوا على هذه المنصات ديال التواصل الاجتماعي من اجل خلق وحده مغاربيه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو باش غنبنيو هذه الوحده المغاربيه؟ فهنا كنركز انا واللي غنركز عليه في المداخله ديالي هو انه كيفاش نبنيو هذه الوحده انطلاقا من التاريخ، من الحضاره، من الثقافه، من الجذور التي تجمع هذه الشعوب الخمس. الاكيد اذا رجعنا استقرانا التاريخ بواحد الشكل بسيط جدا غنلقاو بانه كان هناك علاقات ديال التواصل ديال التلاقح على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على المستوى التجاري، حتى على مستوى المقاومه كان هناك تواصل كبير ما بين المقاومه الجزائريه والمقاومه المغربيه في محاربه المستعمر. فبالتالي اذا ركزنا على هذه الاسس اللي كتبني الهويه وكتبني داك الحب ديال الانتماء للوطن ممكن نخلقوا وحده مغاربيه. اليوم المواطن المغربي الا مشى للجزائر، الا مشى لتونس، الا مشى لموريتانيا، الا مشى ليبيا كيحس براسو بانه في البلد ديالو الثاني، بانه امتداد للمغرب اللي فيه نفس الخصائص سواء الثقافيه سواء الجغرافيه سواء الاثنيه سواء العرقيه سواء اللغويه. وهنا غنركزوا على ما هو اللغوي والمشترك بيناتنا كلشي اللي هي التعدد ديال اللغات واللهجات. كاين اللغه العربيه ولكن كاين اللغه الامازيغيه مكون اساسي. فلا ركزنا على هاد النقاط هادو ممكن نبنيو وحده مغاربيه حقيقيه على الاسس الصحيحه. ولكن اذا كانت فقط
وحده مغاربيه للاستهلاك الاعلامي فقط فما غنبنيو حتى حاجه، لانه الحاجه اللي ما بنياش على اساس فغطيح بالزربه. نقول مثلا هذا جمع الشمل من خلال النشاط تنشوفوه يعني حضور يعني هام للوفود المغاربيه، يمكن نعتبروها دبلوماسيه موازيه في افق التاثير في اصحاب القرار المغاربي نحو توحد ولم الشمل. اكيد يعني هذا المجمع اليوم اللي فيه فعاليات في اطياف مختلفه على المستوى السياسي، على المستوى النقابي، على المستوى الفني، على المستوى الاعلامي، يعني حضور وزين، فبالتالي يمكن فعلا اعتبار هذا المجمع هذا وهذا اللقاء وهذا اليوم التشاوري هو جانب من الجوانب ديال الدبلوماسيه الموازيه، على اساس انه كيربط واحد المجموعه ديال العلاقات ديال التواصل ديال التلاقح ما بين يعني فاعلين في مختلف المجالات اللي كينتميو لبلدان المغرب الكبيره. فالاكيد انه الاعلام وبهذه الملتقيات ممكن يلعب دور اساسي في خلق وصناعه الراي العام، لانه المشاركين اللي غيشاركوا في هذا اليوم المغاربي اليوم اكيد جايين من بلدان مختلفه اللي كتشكل المغرب الكبير، بعد ما غيرجعوا اكيد عندهم امتدادات على مستوى التنظيمات ديالهم سواء التنظيمات المجتمع المدني او السياسي او النقابيه او الفنيه، فالاكيد غيكون ترسخ واحد الفكره بانه راه مشينا للمغرب وما حسيناش براسنا بانه في بلد ثاني، وانما كنا في بلادنا كاين واحد التلاقح كاين واحد الانجذاب ما بين ما بين ما بين هذه البلدان. فبهذا عن طريق هذه اللقاءات ممكن نبنيو علاقه ديال التواصل، انه الجزائري بدا يجي للمغرب يقضي العطله ديالو، المغربي يمشي للجزائري، يمشي لتونس، يمشي لليبيا، فبالتالي نخلقوا واحد الطفره على المستوى السياحي اللي ممكن تنتج الثروه، لانه ما يصنع الوحده، الوحده كتصنعها المساله الاقتصاديه، فإلى هذه البلدان كانت بيناتهم واحد الحركه اقتصاديه، ثقافيه، فنيه، فالاكيد انه الوحده المغربيه غتكون، لانه ما يمكنش تبني على وحده مغربيه على رهان خاسر. خصنا الثقافة ديال وين وين، والثقافة ديال وين وين هي إنتاج الثروة ما بين هاد مختلف هاد البلدان المكونة المغربية.